سلام عليكم يا ابني. الله يسهلك يا عم الحاج، ما فيش فلوس، يلا اتكل على الله. يا ابني ما فيش باب نشتغل ان شاء الله. انا مش جاي اشحت يا ابني. جاي تبخر؟ ما فيش باب بخرناش الصيدليه عندنا. يا ابني ما بخرش يا ابني. ما جاي ليه يا عم الحاج، تعبان؟ انتوا ليه شباب اليومين دول متسرع كده؟ انا زهقان، ما تعرفش اللي بيحصل فيا يا عم الحاج. عارف يا ابني كل حاجه، وعارف ان انت صاحب الصيدليه الوحيده اللي مش شغاله دونم عن بقيه الصيدليات التانيه. دونم؟ ايه دونم دي يا عم الحاج؟ عن بقيه الصيدليات كلهم. أيوة، انت شغالين. ايوه، انت مين اللي قال لك فعلا احنا مش شغالين؟ فعلا كلهم شغالين ما شاء الله. لا انت بتغزني، بتغزني. انا اعمل ايه؟ مفيش حد بيجي لنا، لو حد جه انا عالجه. انا جاي اساعدك يا ابني، انا جاي اساعدك. اساعدني ازاي؟ مشكلتك الاساسيه هي الطمع يا دكتور. طمع ليه؟ طمع ليه انا؟ لانك انت لما دخلت كليه صيدله درست هناك عشان تخرج تفتح صيدليه وتكسب منها والعياذ بالله. ايه ده؟ في ايه؟ دي حاجه عاديه، انا بفتح صيدليه عشان اكسب. اي حد بيشتغل عشان يكسب. اكسب بالعقل يا ابني. هو انا شفت عقل ولا مش عقل؟ انت لو ما طمعتش ربنا هيكرمك اخر كرم. والله العظيم ما طمعت. كتاب ده يا ابني حاطط فيه عصاره فكري. طب ما فكري يزعل. طب ليه؟ عصارة تفكير. يعني فكرت ايه عصارة فكرة؟ درست إيه؟ كل يعني الامراض، كل الامراض. ركز معايا حضرتك، ركز انت، انا مالي. درست كل الامراض. كل الامراض درستها؟ ده اسمه الداء والدواء، ولكل داء دواء. صح صح. انا اخترعت يا ابني الدواء ده، وبعون الله فيه شفاء لكل الامراض. تضع منه بعض من الباودر. باودر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ وتنفخ كده في وش المريض بعون الله يجيله ربو. يشفى فورا. ده يجيله ربو يشفى ايه لما بوق ده في وشه ولا؟ يا ابني ده في علاج لكل الامراض. انا مش عاوز منك فلوس. لما تكسب وتبيع وربنا يكرمك بما يرضي الله، ها؟ إيه؟ تبقى ساعتها تديني الفلوس يا ابني. والكتابة اهو عشان لو الباودر خلص تقدر تصنع منه تاني. يا عم انت تطلع بالحاجات دي في قناه توك توك بتاع وتعلن، لكن هتيجي تشتغلني انا؟ الكلام ده لو انا عايز منك فلوس يا ابني، انا ماشي بما يرضي الله. اللي يفضل منك يبقى دهوني. ربنا يسهل. حاضر. بس اهم حاجه اوعى الطمع. ايه يا عم؟ حاضر والله. يا حاضر، اوعى الطمع. بقول لك اهو، عالج الناس بما يرضي الله. حاضر حاضر. واوعى الطمع. ايه يا عم الحاج؟ حاضر. لقد حذرتك، اياك والطمع. ماشي ماشي خلاص. انا اوعى الطمع. خلاص انا بقول. في ايه يا عم؟ خلاص اوعى الطمع. اوعى الطمع. ليه كده؟ في ايه؟ اوعى. خلاص بقولك ايه، انا اوعى اهو وعيت اهو والطمع يعدي. الداء والدواء. ايه الكتاب ده؟ واحد جاي يخرف لي يقعد يقول لي الداء والدواء. اوعى الطمع. ايه يا عم حرام عليك؟ انا ناقص في ادويه الخلفه هنا بقى ولا مفيش؟ اوعى. خلاص بقى يا عم. اوعى. ماشي يا عم الحاج، انا وعيت اهو، موسع اهو. يا طمع يا طمع، عدي بقى لحسن نخبط في بعض. اوعى. موعيد موعيد بقى يا عم الحاج، انت غريب قوي. حلو الدواء ده والله. اوعى يا دكتور. اوعى. سمعتك بتقول اوعى وانت خش. اوعى معاك. اسكت بس، اسكت عشان إيه؟ في مفيش. انت بتعمل كيكه ولا ايه؟ البيكنج باودر ده؟ بيكنج باودر ايه؟ ولا ايه ده؟ اوعى. اوعى. تخيل ده الأستاذ بتاعنا. هنطلع ايه يعني؟ ايوه صح. بنطلع في المغطي. والله المغطي. مضطرين نطلع في البرامج نقول اخونا الكبير وبيقف. اوعى الغضب. اوعى الغضب. اول ما وقعوا داس على اسس برجله. اذا كان رب البيت بالاسس ضاربه.